الظلام الدامس في غزة ومحيطها لا يزال مخيما في يومه الثالث. مشهد أصبح مألوفا هنا، ولعله الدافع وراء تواصل فعاليات المؤسسات المحلية الداعية لإنهاء الحصار. فهؤلاء الأطفال إلى جانب مواطنين آخرين شاركوا في مسيرة كشفية بالشموع دعت إليها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار للتعبير عن احتجاجهم ضد ما وصفوه بسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحقهم. المظاهرة طافت شوارع المدينة ولم تتوقف إلا عند المعلم التذكاري لضحايا الحصار الذين فاق عددهم 260 وفقا لإحصاءات اللجنة المنظمة. هذا الذي يحدث ليس مصدر قوة للاحتلال، بل هو ضعف وضعف وتخبط حقيقي. من يحاصر رغيف الخبز، ومن يحاصر اسطوانات الغاز، ومن يحاصر رضاف الحليب للأطفال، ومن يحاصر الكهرباء هو ضعيف وليس قوي. إن الذي يحدث اليوم هو مهانة وعار على العالم أجمع أن يصمت ويرى كل هذا. كل دولة عندها أطفال تيجي توقف معانا. شوف كيف غزة محاصرة، والله بالعافية لما نجيب الكاز والسرة من إسرائيل شكلها المعابد. ويقول الفلسطينيون إن هذه الشموع ستبقى شاهدا على قسوة الحصار وانعكاساته المأساوية التي بات كثيرون منهم يحاولون تجاوز أبرزها، وهو ارتفاع التيار الكهربائي بإمكانات متواضعة، وذلك في ظل صمت دولي إذا ما يواجهونه. فهذه العائلة الفلسطينية سارعت إلى التسلح بوسائل بدائية في محاولة للوقوف أمام تفاقم أزمة الكهرباء ونقص غاز الطهي والوقود والكثير من مقومات الحياة. هذه مش حياة يا ابني، ولا هي عيشة. كهرباء مع الناس، غاز مع الناس، حطب بنفر على السراتين، الأولاد بيطلعوا يفروا على السراتين، بنولع نتفة نار، يلا يلا نحصل كوباية الشاي أو نتفة الطبيخ. لقينا كراسين، هذا احنا طبخنا وخبزنا، ما لقيناش بيوتنا نبنتهم حافينا تشوفيها في الشوارع. ولم تقتصر الصعوبات على الأمور الحياتية لسكان القطاع، بل امتدت إلى المرافق الحيوية، فالمستشفيات ومحطات توزيع المياه ومضخات الصرف الصحي ومؤسسات الإغاثة الدولية، فضلا عن المخابز التي توقف كثير منها عن العمل، باتت قريبة من الإصابة بالشلل التام في حال استمرار إسرائيل في سياسة منع إدخال الوقود إلى القطاع لأسباب أمنية كما تقول. سمير أبو شمالة، الجزيرة، غزة، فلسطين. أحال حياة المواطنين إلى مأساة إنسانية تنذر بأن تتحول إلى كارثة حقيقية، ويترافق هذا الوضع مع تهديدات إسرائيلية بإمكانية القيام بعملية عسكرية. يبدو أن إسرائيل قد فرضت قواعد لعب جديدة في المنطقة منذ أن بدأ سريان التهدئة في منتصف يوليو حزيران الماضي، بحيث أنه مقابل كل صاروخ يطلق تغلق المعابر بشكل كلي على قطاع غزة، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية خاصة، والكل يعلم أن وكالة غوث اللاجئين الأونروا قد اضطرت لقطع خدماتها عن المواطنين الفلسطينيين جراء إغلاق المعابر التجارية بشكل كامل مع الجانب الإسرائيلي. خلط الأوراق السياسية بالأوضاع الإنسانية بما يخص قطاع غزة جرى الأمور تشابكا وتعقيدا، ورجح تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع في حال مواصلة إسرائيل لسياسة الإغلاق. في بعكيلة، الجزيرة، غزة، فلسطين.